واذا ما لمتش نفسك يمين بالله يمين بالله يمين بالله هخليك تتكسف تبص في المرايه. واذا ما لمتش نفسك يمين بالله يمين بالله يمين بالله هخليك تتكسف تبص في المرايه. يعني حاجه فعلا بجد يعني بقى شيء مقزز، يعني اللي هو يعني ليه يا جماعه، ليه المجتمع رايح في السكه دي مع ان احنا ممكن نعمل محتوى محترم جدا وبرضه يا سيدي اعمل دولار. حاجي الفريد الديب يتحدث حول قضيه محمد عادل قاتل نير اشرف. فريد الديب يفاجئ محامي محمد عادل. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. مسكت الولد دخلت مسخرينه، قام ماما ما جوش قالوا لنا. احنا ما رحنا كنا بنزعق عشان خاطر بنت اختنا، احنا اللي احنا ما نعرفش غير بنت اختنا، ومحدش قال لنا على ليه اتوفت. لو نعرف انا كنت واحد الناس كنت رحت وعملت اللي انا عملته مره ثانيه. عاجل فريد الديب يتحدث حول قضيه محمد عادل قاتل نير اشرف. تحدث المحامي والمستشار المصري فريد الديب ظهر اليوم الخميس حول قضية محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نير أشرف، مبينا الحديث عن أنه لم يقبل القضية لنقص بعض الأوراق القضية ليس صحيحا أبدا. وفوجئت أسرة نير قبل أيام بمجهولين يرسلون رسائل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون فيها ملايين الجنيهات كدية مقابل العفو عن القاتل، ما دفع لها للخروج وإعلان رفضه التصالح مع قاتل ابنته. وأكد والد الضحية نير أشرف أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة دم واحدة من دم ابنته. وبعد ضجة كبيرة استمرت ساعات، كشف فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك أنه لا يمانع في الدفاع عن الشاب المتهم محمد عادل. وقال الديب في تصريحات لوسائل إعلام مصرية مساء الاثنين أنه ينتظر حكم المحكمة المقرر صدوره غد الأربعاء ليتخذ قراره عقب صدور الحكم ودراسة حيثياته. وأكد الديب أنه قبل مبدئيا تولي مهمة الدفاع عن المتهم لأن بيان القاضي الذي ألقاه للعامة في الجلسة الماضية استفزني لأنه تضمن إدانة المتهم وذلك قبل صدور حكم المحكمة بإجماع الآراء بدأنته وفقا للمحامي الشهير. وتساءل الديب لو قرر عضو بهيئة المحكمة بعد الإحالة للمفتي عدم الحكم بإدانة المتهم ومخالفة حكم المحكمة، علقت ندى عدل شقيقة المتهم على قبول المحامي فريد الديب الدفاع عن شقيقها الأكبر قائلة: شكرا فريد الديب، والعدالة ستتحقق في نقد حكم الإعدام، وشكرا لكل فئات المجتمع التي تعاطفت مع محمد أخويا ضحية الاستغلال من أسرة الفتاة. وأوضحت شقيقة المتهم في تصريحات صحفية أن أسرة المتهم ستتقدم بطعون لمحكمة النقد حال صدور الحكم بإعدام شقيقها، مضيفة: التزمنا الصمت وعدم الرد، ولكن القانون العادل وإجراءاته سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة. وكشفت أن طاقم الدفاع على رأسهم فريد الديب وافقوا على قبول القضية بعدما وجدوا ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة الموقرة، فضلا عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع أمام دائرة محكمة جنايات المنصورة. فريد الديب يفاجئ محامي محمد عادل. أثار أحمد حمد محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتل طالبة المنصورة نير أشرف حالة من الجدل بعدما قام بحذف فيديو كان قد نشره أمس من داخل مكتب المحامي الشهير فريد الديب. أشار خلاله إلى أنه برفقة أسرة محمد عادل داخل مكتب فريد الديب لتقديم أوراق القضية للبدء في إعداد مذكرة الطعن. وقال محامي محمد عادل في الفيديو الذي نشره أمس عبر صفحتي على فيسبوك: طبعا احنا في مكتب والد الاستاذ فريد الديب زي ما وعدناكم، هنقابله بعد 10 دقائق من اجل تقديم اوراق القضيه ليبدا هو في اعداد مذكره الطعن. وتفاجأ متابعو محامي محمد عادل انه قام بحذف الفيديو اليوم مما ابلغ جديدا قبل اسابيع قليله الى الاجهزه الامنيه في مدينه المحله الكبرى بمحافظه الغربيه، اتهمت خلاله احد الاشخاص بتوجيه رسائل تهديد الى شقيقه المجنى علي هدير بانها ستلقى نفس مصير شقيقتها نيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيق ماسنجر. جديد قضيه نيره اشرف، مخرج مغمور يكشف تفاصيل وممثله شهيره تعترض. المخرج المغمور ادعى ان الطالبة المنصورة كانت ستشارك في فيلم مع الفنانة عايدة رياض
رغم الحكم على قاتلها بالإعدام شنقا. لا تزال قضية ذبح الطالب محمد عادل لزميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة مثار اهتمام وحديث الشارع المصرية، حيث كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن منشور نشر على صفحة مخرج مغمور يدعى مؤمن نور، كتبه بالتزامن مع توقيت مقتل نيرة أشرف، أكد فيها أنه كان مخرجا لفيلم ستقوم ببطولته الفنانة المصرية عايدة رياض والطالبة القتيلة، والتي كانت ستقوم بدور ابنة الفنانة في الفيلم على حد زعمه. وكتب نور عبر حسابه الخاص على فيسبوك قبل أن يقوم بعد ذلك بحذف المنشور بعد بدء تداوله أن الطالبة كانت ستقوم بالتمثيل مع الفنانة عايدة رياض عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي، لكن كل ذلك توقف بعد مقتلها. الله يرحمها نيرة، كانت ستصبح نجمة كبيرة ولها مستقبل، مضيفا أنه اصطحبها للفنانة عايدة رياض التي فوجئت بالتشابه الكبير في ملامحها معها. مخرج شاب يكشف كواليس عمل فني شاركت فيه نيرة أشرف لم يكتمل. ضجة كبيرة أثرها منشور متداول على السوشيال ميديا للمخرج مؤمن نور حول مشاركة الطالبة الراحلة نيرة أشرف في عمل فني مع الفنانة عايدة رياض، إلا أنه لم يكتمل إذ كانت ستؤدي دور ابنة الفنانة في الفيلم على حد زعمه. وسرعان ما نفت الفنانة عايدة رياض حقيقة اشتراكها في عمل فني مع نيرة أشرف قبل وفاتها، قائلة في تصريحات خاصة للوطن إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنها لا تعرف من هذا المخرج ولا كانت تعلم اسم نيرة أشرف قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتواجد بدولة العراق وليست في مصر. وكذب المخرج مؤمن نور ما زعمته الفنانة عايدة رياض بأنها لا تعرفه، مؤكدة على تعاملها معها بشكل شخصي مستدلا بفويسات مرسلة بينهما تحفظت الوطن على نشرها. على غرار حادث نيرة أشرف، مصر يقتل فتاة ليبية لرفضها للارتباط به. في مأساة جديدة تشبه قصة طالبة المنصورة نيرة أشرف، ألقت الأجهزة الأمنية الليبية القبض على شاب يدعى خالد راغب مصري الجنسية، أطلق النار على فتاة تدعى هبة ووالدها محمد مفتاح لرفضها للارتباط به في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد. وفي تصريحات لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء، فقد بين مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة أنه بعد التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع مديرية أمن القبة تم القبض على الجاني داخل استراحة في بلدية القبة بعد أن ارتكب الجريمة ولذا بالفرار. وأشار اللواء خالد البسطة إلى أن الجاني يدعى خالد راغب وهو مصري الجنسية. مخالفات صحفية وطبية في قضية مقتل نيرة أشرف. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل ستتم إعادة محاكمة محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.